السلام عليكم. بعد الخرق المتكرر لوقف إطلاق النار المتمثل في هجوم البري لميليشيات حفتر بمناطق غربي سرت والتي تلقت فيها خسائر في العتاد والعدة، تصعيد عسكري جديد من قبل ميليشيات حفتر هذه المرة نفذ بالطيران الحربي على أبو غرين دون أن يسفر عن أي أضرار. ويأتي هذا التصعيد بعد تصريح الناطق باسم ميليشيات حفتر أنهم مقتنعون تمام الاقتناع أن الحل في ليبيا يكمن في البندقية ومخزن الذخيرة على حد قوله، وليس في المؤتمرات الدولية، في تحد لكل الجهود الرامية التي تثبت وقف إطلاق النار الذي وافق عليه حفتر قبل اجتماعات موسكو وبرلين. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ الحوار. لم يعد للحديث عن خرق وقف إطلاق النار أي أهمية بعد أن أكد الناطق باسم ميليشيات حفتر أن الحل يكمن في البندقية ومخازن الذخيرة، في استخفاف بكل الجهود الدولية الرامية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. حقيقة نحن ذهبنا إلى موسكو وذهبنا إلى برلين، قبلها ذهبنا إلى عدة دول أخرى لا نبحث عن حل، نحن نعرف أن الحل في البندقية، أن الحل في السبطانة، أن الحل في مخزن الذخيرة. هجوم بري ومحاولة السيطرة على أبو غرين مصحوبة بغارات جوية، كل ذلك لا يعتبر خرقا للهدنة المعلنة بحسب المسماري، وإنما تحمل طابعا استباقيا الغرض منه معرفة قدرة القوات المقابلة ومدى استعدادها للقتال، مشددا على أن هذه العملية ليست خرقا لوقف إطلاق النار، وأنها تمثل رسالة مفادها أن قواتهم متفطنة للتحركات التي تمثل خرقا لوقف إطلاق النار وسترد عليها بكل قوة. لهذا قررت غرفة العمليات القيام بضربة استباقية محدودة، ضربة استباقية محدودة لتحقيق أغراض معينة، لا نريد أن نتحدث كثيرا عن هذه الأغراض. بينما حاول المسماري تبرير الهجوم الفاشل على منطقة أبو غرين، لا يزال الصمت الدولي على حاله تجاه خروقات ميليشيات حفتر، لا سيما من المشاركين في قمة برلين، فقد اكتفت البعثة الأممية ببيان استنكرت فيه الاعتداءات المتكررة دون أن تسمي الطرف المعتدي، مطالبة بعدم التصعيد والالتزام بالهدنة المزعومة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وللحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد عادل العقبي القائد الميداني بقوات الجيش الليبي، وسينضم إلي عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة السيد محمد بومديس الخبير الأمني والعسكري، وسيكون معنا عبر الهاتف إبراهيم رفيدة معاون آمر المحور الجنوبي بالمنطقة الوسطى، وأيضا سينضم إلينا عبر الهاتف عبد الملك المدني المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بورك كان الغضب. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعكم. مرحبا بك أخي الكريم. سيد عادل أهلا وسهلا بك. المشاهدين نعم. بداية سيد عادل نريد أن نطلع من خلالك على آخر الأوضاع الميدانية في محاور جنوب العاصمة طرابلس. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية لا تزال الاشتباكات يعني تزداد وتيرتها من محور لآخر. في محور طريق المطار اليوم في الخلطات تبادل مدفعي في محور الخلطات، وأيضا في محيط معسكر حمزة، باقي المحاور يسود هدوء حذر. طبعا الحديث دائما يتكرر على الهدنة المزعومة، وفي حقيقة الأمر لا وجود لهدنة على الإطلاق، هدنة من طرف واحد، هذا المجرم لم يوقع على الهدنة ولم يرتب عليه أدنى التزام. وحقيقة هذا المجرم حفتر لا يؤمن لا بالهدنة ولا بالتسوية السياسية ولا بالمفاوضات ولا بالحوار، ولا يؤمن إلا بلغة القوة والسلاح. وإحنا شفنا هذا البوق الرخيص المسماري، وصدق وهو كذوب، يتحدث أنه لا يعترف إلا بالبندقية والسبطانة. فهذه حقيقة هذا المعسكر الإجرامي
أنه لا يؤمن لا بدولة ولا بمدنية ولا بحوار ولا بحق دماء، وليست هذه المسميات في قاموس هؤلاء المجرمين. في البداية نحن التزمنا بالهدنة لأن القيادة السياسية ممثلة في المجلس الرئاسي وقعت على الهدنة ولو أنها من طرف واحد، ولكن خرق الهدنة من أول يوم. ولذلك اليوم قوات البركان بركان الغضب تتعامل مع كل الاعتداءات وكل الخروقات وفق قواعد الاشتباك، وترد عند الضرورة الصاع صاعين. نعم. لا مجال لأي حديث على 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 أي هدنة. نعم. هي الأرتال والتحشيدات مستمرة، وجسر جوي من أبو ظبي إلى قاعدة الخادم في المرج، وجسر جوي آخر محمل بالمرتزقة من أسابيع من دمشق إلى بنينة. نعم. فلا حديث الحديث عن هدنة أو خرق هدنة هو عبث حقيقة. نعم. طيب سوف نفرد حديث لنقطة المرتزقة بالتحديد وكيفية جلبهم ولماذا هناك تكثيف لحركة الطيران من مختلف الخطوط الجوية التي تنقل هؤلاء المرتزقة، ولكن نعم. قبل ذلك كيف هي الأوضاع في باقي المحاور، مثلا صلاح الدين، محور الخلة، محور وادي الربيع، هذه المحاور يعني هل شهدت اليوم لأي اشتباكات أو إطلاق نار؟ أنا في طريق المطار، بالنسبة لطريق المطار تبادل مدفعي بين الفينة والأخرى في محور الخلطات وفي محور محيط معسكر حمزة، ودائما نتعامل مع خروقاتهم، يعني الرد بالمدفعية واستهداف تمركزات ميليشيات حفتر دائما تكون يعني ردا على مصادر النيران. نعم. باقي المحاور اعتقد اليوم يسود هدوء، يعني الاشتباكات متقطعه بين الفينه والاخرى. طيب. وايضا في المحور في بوغرين اليوم. نعم. هذا ما كنت سوف اسالك عنها. إيه. كيف تابعتم عمليه الامس؟ كانت عمليه كبيره ملحمه نعم كانت لمحاوله هجوم قوات حفتر. نعم. على ما بعد تمركزات قوات بركان الغضب والجيش الليبي، ولكن كانت النتائج كما يعلمها. نعم. الجميع. كيف تابعتم هذه العملية؟ هو لا شك أن هذا المجرم وعصاباته لا يقيم وزن لما اصطلح يعني عليه بوقف إطلاق النار أو بالهدنة أو بمؤتمر برلين أو باتفاق وقف إطلاق النار في موسكو الذي لم يوقع عليه أصلا. بالأمس قامت عصابات هذا المجرم بالهجوم على منطقة أبو غرين مدعومة بالمرتزقة الجنجويد والمصريين. حقيقة تنادى شباب ورجال مصراتة والمنطقة الوسطى في ملحمة سطرت بدمائهم الزكية، الحصيلة كانت أكثر من 10 شهداء بالإضافة للجرحى، ولقنوا هذا العدو ومرتزقته درسا في البسالة والاستماتة، ولقنوه دروس حقيقة في البطولة والإقدام. نعم. فكانت ملحمة حقيقة بكل المقاييس، يعني تنادى الجميع من مدينة مصراتة لردع هذا المعتدي، ولقنوه درس حقيقة يعني لن ينساه. نعم. طيب ينضم لي عبر الهاتف الآن السيد إبراهيم رفيدة، عضو غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة. سيد رفيدة أهلا وسهلا بك معنا في بانوراما الحدث هذه الليلة. كيف تسير الأوضاع الميدانية؟ وهناك حديث عن اجتماع سوف يعقد بخصوص تدارس الوضع الميداني. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بالنسبة للأوضاع بمنطقة بوغرين وحولها، طبعا كما تعرفون حاول أمس أن يأخذ منطقة بوغرين، وطبعا تم استدراجه من قوات البنيان المرصوص الثانية، ولله الحمد تم إزاحته من بوغرين ورجع إلى ما بعد التبات اللي كنا في أحنية وخذنا منه حتى تباته، ولله الحمد منها. نعم. نعم. طيب تفضل سيد إبراهيم أكمل. وبالنسبة لي حاليا يعني قوات بركان الغضب والبنيان المرصوص الطمتين تجهز قواتها، وبإذن الله سبحانه وتعالى حنكون لي بالمصطاد بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وطبعا طيران اليوم نهار كامل يعني بطلش يعني اليوم حوالي طلعتين أو ثلاثة وكذا، ولله الحمد ما فيش أي ضرر.
نعم. طيب الآن يعني هل ستكون لديكم خطة جديدة لاتباعها غدا وبعد غد الفترة القادمة؟ يعني هل سيكون هناك لكم مواقف استباقية أم تلتزمون بما يسمى بوقف إطلاق النار والرد على من يقوم باستهدافكم؟ هو ما عند يعني هو لا عنده عهد ولا ميثاق يعني حفتر. احنا حاولنا ان ندير هدنة ولكن للاسف اعتداء على قوات بركان غضب امس وكما تعلمون، وهذا ما عندش لا عهد لا ميثاق، يعني رجل منافق ما عندناش فيه ثقه من القتيل، يعني ما فيش الا الحرب حاليا. نعم. وصل المعلومه ان احنا القوات الموجوده حاليا في بنغرين حتكون مستعده لاي هجوم، وان شاء الله في الايام القادمه لان نحن اللي نقدم مش هو اللي يتقدم. نعم. طيب سيد رفيده، يعني اليوم كانت هناك معلومات من محور بوغرين ان تم تدمير اليات تابعه لحفتر في عمليه تبادل اطلاق نار او اشتباكات متقطعه. حدثنا عن تفاصيل هذه العمليه الجزئيه التي حدثت اليوم. كان في اليوم في يعني فترة العشية كان في عند قوة تقدمت من طريق الساحلي وكان رد عليهم بالمدفعية وشباب نتاع المحور هذا، فتم إصابة عدة آليات منه يعني. نعم. اليوم حاول يتقدم العدو من ناحية طريق الساحلي ولكن الحمد لله كان دمروا لعدة آليات يعني. نعم. طيب ماذا عن تحليق الطيران؟ المعلومات التي وردت بأن هناك ثلاث غارات جوية، يعني هل هي بطائرات مسيرة أم بطائرات حربية عند رصدكم لها؟ المعلومات اللي وصلت من الطائرة الحربية يطلع من الصفرة وثم ذاع بثلاث طائرات، ولله الحمد ما كان شيء إصابات أو خسائر يعني ولله الحمد. نعم. طيب أرجو أن تبقى معي سيد إبراهيم رفيدة عضو غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة. تحول السيد محمد بومديس الخبير الأمني والعسكري من مصراتة عبر الأقمار الاصطناعية. سيد بومديس، الآن كانت هناك اجتماعات دولية، أكثر من رؤساء 12 رئيس دولة وحكومة اجتمعوا في برلين على وقف إطلاق النار وبالفعل نجحوا في وقف جزئي لإطلاق النار. ماذا نسمي كل هذه العمليات التي يقوم بها حفتر الآن؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام. نحييك يا أخي في هذه الليلة ونحيي ضيفك العزيز ونحيي ضيوفك الذين اتصلت بهم ونحيي كل ما اختار الاستماع لهذه القناة تحديدا. نعم. أولا قبل أن نخوض في الحديث سؤالك الحقيقة أنا نريد أن نضع موضوع وقف إطلاق النار وموضوع الهدنة على طاولة البحث والتنقيب والتشخيص والتحليل الأمني والعسكري لهذا الموضوع. حقيقة يعني سمعت وتابعت العديد من القنوات وأيضا أرى بعض الخبراء العسكريين والخبراء الأمنيين وأيضا حتى السياسيين في هذا الجانب، الحقيقة لدي تحفظ كبير جدا جدا على معنى وقف إطلاق النار وأيضا الهدنة. الحقيقة لم نصل حتى الآن إلى معنى أو بوفق الأعراف العسكرية أن هناك وقف إطلاق نار، هذا جانب يعني لم نصل لهذه النقطة مطلقا. الجانب الثاني ننتقل إلى نقطة الهدنة. الهدنة الحقيقة أنا سميتها هدنة هشة جدا، يعني أولا هدنة هشة وقعت من طرف واحد في موسكو لم يلتزم ولم أيضا لم يوقع الطرف الثاني في موسكو، بل حتى في المؤتمر الثاني برلين لم يوقع على هذه الهدنة. إذن هذه الهدنة هي هشة بمعنى الكلمة وهي قابلة يعني للانهيار، يعني قابلة للانهيار في أي وقت من الأوقات. النقطة الأخرى والثالثة وهو يعني لم يتقيد حتى بالإعلان، هو أعلن إعلان متناقض كما سمعت عبر أثير إذاعاتهم وقنواتهم أنهم في الأول رفضوا إطلاق النار وبعد أن جاءت بعض الضغوط الدولية رضخ حفتر إلى أنه يعلن عن طريق المتحدث الرسمي لهذا المجرم أنه قبل بوقف إطلاق النار وأيضا حتى وقف إطلاق وقبل بالهدنة وأيضا حتى قبول الهدنة الحقيقة مشكوك فيها، حيث أنه لم يضم الغرفة يعني غرفة العمليات بسرت وأيضا أصبح فيه نوع من الغموض واللبس، هذا جانب. النقطة الأخرى كنا الحقيقة نرصد تحركات حفتر طيلة الفترة الماضية وكان يقوم بالتحشيد في طيلة هذه الفترة اللي هي الهدنة واستغلها
استغلال كبير، دعم كبير جدا الحقيقة قدم من مصر عن طريق الحدود، حيث أن الحدود طويلة ومفتوحة، وأيضا يستخدم في الأليات والسيارات المدنية، يستخدم في الحافلات، يأتي بالعديد من العسكريين من مصر عن طريق أنهم عمال بناء وأيضا أو أسطى بناء أو يعني في الزي المدني. بعد أن يصلوا إلى بنغازي يتم توزيعهم على المحاور، أيضا تم جلب العديد من المهام العسكرية والخدات وأيضا الواقيات وبعض من المهمات الأخرى، وضبطت أخيرا في منطقة أبو جرين. الحقيقة أن التحشيد كان مستمر من قبل هذا المجرم، وأيضا الهدنة لم يتقيد بها، سجلت العديد من الخرقات الأمنية سواء كان في الجبهة المحادية للجبهات أو المحاور المحادي لمدينة طرابلس، أو حتى بدخولها وهجومها على مدينة بوغرين التي تبعد على مدينة سرت أكثر من 100 كيلومتر. أعتقد أن الأمم المتحدة في تقريرها الأخير أو عن طريق مبعوثها غسان سلامة قال بالحرف الواحد أن رصدنا أكثر من 50 اختراق لهذه الهدنة. أنا أعتقد أن الموضوع أصبحت في انهيار هذه الهدنة، ورغم ذلك أن قوات الحكومة الوفاق لا زالت تلتزم بالرد والدفاع والصد لأي هجوم يقترفه هذا المجرم. النقطة الأخرى أن هذه الهدنة أنا أعتقد في قيد التداول والدراسة بين الحين والآخر، ولم يرجع أو ينضج أي قرار في جانب هذه موضوع الهدنة. نعم. طيب سيد بومديس، يعني الآن هل نقول بعد كل هذه النقاط التي ذكرتها انهارت هذه الهدنة وعاد كل شيء كما كان عليه قبل مؤتمر موسكو، حتى قبل يعني لم نقل مؤتمر برلين ولكن قبل موسكو عندما تم إعلان الهدنة وفرضها من قبل روسيا وتركيا، الآن رجع الوضع كما هو عليه وتعود الاشتباكات كما كانت عليه، الآن يعني هل على قوات الجيش الليبي أن تعود إلى سير معاركها ووضع الخطط العسكرية؟ لأن عملية البارحة في منطقة أبو جرين خير دليل على ذلك، أنتم تلتزمون الهدنة وهناك طرف آخر يحشد ويهجم بعد التحشيد. نعم، الحقيقة السؤال في غاية الأهمية ويصب أيضا في موضوع تحليلك هذه الليلة. الحقيقة احنا كخبراء أمنيين أو حتى خبراء عسكريين في هذا الجانب الذي قام به المجرم حفتر، وخاصة بهجوم المباغت الحقيقة على مدينة بوغرين، يعني امتدت قواتها من يعني انطلقت قواتها من ثلاث محاور من مدينة سرت، ويعني قطعت أكثر من 100 كيلو. ماذا نفسر هذا؟ نفسر هذا هو انهيار لهذه الهدنة. يعني وفق الأعراف العسكرية، أنا إذا كان نصل أي خبير عسكري أو أمني في هذا الجانب سيجيب بالإجابة بنعم بأن يعني هذه الهدنة وهذا الوقف الجزئي الصراحة قد انهار كاملا، أيضا باستخدام الصواريخ الجراد على هجومها على مطار معتيقة وتهديد مطار معتيقة، وأيضا تهديد ضرب بعض الأهداف المدنية في جنوب طرابلس، يعتبر الحقيقة خرق واضح صريح لهذه الهدنة، رغم أنه لم يوقعها ورغم أيضا لم يلتزم بها. أنا أعتقد بوفق الأعراف العسكرية تعتبر الهدنة أصبحت في حكم كأنها لم تكن. نعم. طيب سيد عادل العقبي، إذا ما سألتك عن ردود الفعل عن خرق هذه الهدنة من قبل حفتر وقواته ومرتزقته، لم تكن هناك أي ردات فعل إلا من الأمم المتحدة، وهو رد خجول جدا وتحدث باختصار عن استهداف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، بما تفسر ذلك؟ هو على أي حال بالنسبة للهدنة، هو ليس هناك هدنة على الإطلاق في الوقت الحالي، يعني الهدنة إلا نتناولها إلا في حواراتنا السياسية وفي نشرات الأخبار. يعني تم استهداف مطار معتيقة أكثر من مرة، تم استهداف منطقة عرادة، تم استهداف سوق الجمعة، بالأمس تم استهداف مصحة الصفوة في منطقة القاسي، عدوانه مستمر يوميا على 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 كل المحاور باستثناء بعض المحاور يشوبها بعض الـ 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 الهدوء الحذر. بالأمس يعني هجوم على منطقة أبو جرين من ثلاث محاور ومدعوم بالمرتزقة، لا يزال هذا المجرم يستجلب المرتزقة، وكيف ما قال تو حاليا ضيفك الكريم إن المصريين يعني يأتون في صورة عمال ثم يتم توزيعهم على المحاور. أيضا جسر جوي من 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 دمشق، من مطار دمشق إلى بنينة عبر شركة أجنحة الشام
محملة بالمرتزقة لم يتوقف، وشحنات الأسلحة من أبو ظبي إلى قاعدتها في 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 المرج. أيضا الأمس نيويورك تايمز يعني تحدثت بشكل صريح عن تدريب مرتزقة سودانيين في المملكة العربية السعودية. أيضا مرتزقة سودانيين يتم تدريبهم، تم إرسالهم في دورات تدريبية كحراس أمنيين وتم ثم يعني خيروا إما أن يذهبوا إلى اليمن أو يتم نقلهم إلى محاور القتال في ليبيا. نعم. فهذا المجرم يعني لا يقيم وزن لا للهدنة ولا لوقف إطلاق النار ولا للمؤتمرات الدولية ولا للقاءات جنيف ولا للخمسة زائد خمسة، مستمر في التحشيد وفي التعبئة، وهدف يعني عنده هدف رسمة قدامه اللي هو الاستيلاء على مدينة طرابلس ولو على الجماجم والدماء ومهما كان حجم الفاتورة من الدماء. طيب. لا يبالي بكثرة طيب. القتلى والدماء. أنت أمس يعني أمس في بوغرين. نعم. يعني تم تكبيد خسائر يعني في الأرواح والمعدات، ومع ذلك لا يقيم وزن لكل القتلى في صفوف. طيب أنتم كعسكريين كيف ستتعاملون مع خرق هذا الخرق للهدنة ومع استشراس هذا الرجل بهذه الطريقة؟ هل ستقيمون وزن للاجتماعات الدولية والهدنة؟ كيف ستتصرفون؟ قوات بركان الغضب وكل المدافعين والمرابطين على كل محاور القتال وفي جبهات القتال في العاصمة طرابلس والمنطقة الوسطى في غرفة عمليات سرت يعني في على هبة الاستعداد وفي جاهزية تامة ويتعاملون مع هذا المجرم، وعندما تقتضي الضرورة يعني سوف يكون لكل حديث يعني نتعامل مع مصادر النيران ونرد الصاع صاعين. واليوم يعني تم استهداف دقيق لتمركزات هذا المجرم، وتعاملنا مع مصادر النيران في محور الخلطات وفي محيط معسكر حمزة. ولذلك يعني أنا أستغرب، وأنا حقيقة أستغرب يعني القيادة السياسية ممثلة في المجلس الرئاسي وسيد رئيس المجلس الرئاسي باعتباره هو القائد الأعلى للجيش الليبي، يعني دولة الإمارات التي ولغت في 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 دماء الليبيين والتي استباحت دماء الليبيين، وبالأمس يعني شهداء الكلية 32 شهيد من خيرة أبناء ليبيا، ويعني تستمر في دعمها بالمرتزقة وبكل ألوان الدعم، وكذلك الأمر بالنسبة للسعودية. لماذا لا يتم قطع العلاقات مع هذه الدويلة؟ ماذا ننتظر يعني ما الذي يمنع أن نقطع العلاقات مع هذه الدويلة؟ هذه الدويلة التي يعني تستهتر بدماء الليبيين ولا تقيم وزن لليبيا ولا تقيم وزن للمجلس الرئاسي ولا تقيم وزن للقيادة السياسية في ليبيا. لماذا لا يتم قطع العلاقات مع هذه الدويلة الحقيرة؟ بالمناسبة دماء الليبيين أغلى من الإمارات وأغنى من أي ارتباطات وأي مصالح قد تجمع بعض المتنفذين في المجلس الرئاسي بهذه الدويلة. ولذلك أقل رد قطع العلاقات مع هذه الدويلة دويلة الإمارات حتى يعني يكون الأداء السياسي في مستوى التضحيات والدماء التي تسيل يوميا على أسوار طرابلس. يعني مش معقولة يعني هذه الدولة يعني أسرفت في دماء الليبيين واستهترت بليبيا واستهترت، ولذلك الرد على هذه الدولة إلا بقطع العلاقات. هذه مسألة يعني ينبغي أن تكون واضحة، يعني لا تجدي يعني البيانات الشجب والاستنكار وسياسة الاستجداء والمهادنة والتوسل مع هذا المجرم ومع المعسكر الداعم لهذا المجرم. طيب. لا تجدي نفع ولا تقدم ولا تؤخر. طيب سيد إبراهيم رفيدة، يعني الآن في تقرير البعثة الأممية تقول أن هناك استخدام القوة الجوية سمة مهيمنة على الصراع في ليبيا. الآن أنتم كأفراد في الجيش الليبي أو ضباط أو منتسبون للجيش الليبي، كيف ستتعاملون مع هذا التصنيف للوضع في ليبيا، استخدام طيران حربي ومسير من قبل قوات حفتر بعد التوقيع على هذه الهدنة؟ كيف ستتعاملون مع هذا التصنيف وهذه الخطوة التي يعتمد عليها بشكل كبير؟ كما ذكرتك في أول مشكلة ضيوفك وضيوف كفو
كما ذكرت طيران مسير يعني يوميا يجي يصور عنا، وطيران حربي يطلع من الجفره حوالي ما يعادل 3 طلعات أو 4 يوميا يجي يقصف فينا هنا. واحنا باذن الله سبحانه وتعالى حنكون صامدين. والمده اللي فاتت معلومات اخباريه جتنا من بازي ان دوله الامارات حوالي 250 آلية عطاتها نزلت هنا بنغازي تايجر دعم لحفتر. وكما تعرفون هناك جثث أمس في خط النار لمصريين ولجنجويل سوادين، يعني أمس تم أو قضى عليهم في خط النار، يعني وجدوا مصريين وسوادين. نعم. يعني بالنسبة لحفتر يعني يجب في دعم رهيب جدا جدا من مصر ومن الامارات، يعني مش مقصرين معه ابدا. فلذلك كما ذكر ضيوفك يجب اقل هذه ابسط حاجه ان نقطع العلاقات مع دوله مصر ومع دوله الامارات، يعني هذا الزوز يعتبر محور الشر هذا. وبالنسبه للطيران يعني على حسب امكانياتنا باذن الله سبحانه وتعالى حنحاول اسقاط طائرات اذا حاول مره ثانيه باذن الله سبحانه وتعالى. نعم. عضو غرفه عمليات تحرير سرت الجفره ابراهيم الرفيده، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ينضم الي عبر الهاتف العميد ابراهيم بتلمال، امر غرفه عمليات سرت الجفرة. سيادة العميد إبراهيم أهلا وسهلا بك معنا. طيب لم يجهز الاتصال بعد بالعميد إبراهيم بيت المال. أعود إليك سيد بومديس، الآن في تقرير البعثة الأممية التي يستنكر عملها جميع الليبيون الآن الحقيقة، يعني الآن ما الفائدة عندما تقوم بنشر المناشير أو إصدار التقارير دون تسمية من قام بهذا الخرق لهذه الهدنة ومن قام بارتكاب هذه الانتهاكات وهذه الجرائم؟ يعني ماذا تسمي ذلك، وماذا تسمي سكوت جميع الدول التي وقعت على ملتقى برلين ووقعت على ملتقى موسكو، هي الآن تقف موقف المتفرج، كيف تعلق؟ نعم، الحقيقة سؤال جيد، وأيضا رغم أنه يحتمل شقين، شق جانب سياسي والشق الثاني ممكن يدخل في الجانب الأمني والعسكري. نأخذ الجانبين كرأي شخصي، يعني في هذا الجانب هو أن مخرجات برلين الحقيقة لا تعد إلا بيان، يعني لم تكن هناك قرارات ملزمة في هذا الجانب، يعني لا توجد أي قرارات ملزمة في هذا الجانب، يعني خرجوا ببيان ومخرجات ورؤية لكن الحقيقة ليس فيها طابع الإلزام، يعني لم أيضا حتى حضر إلى برلين ولم يوقع حتى على الهدنة، هذا جانب. وأيضا انسحب من مؤتمر برلين دون حتى علم المسؤولين الألمان، هذا جانب. يعني الجانب الثاني الحقيقة أنا أرى بأن ما لم تنقل هذه المخرجات كقرارات وضمها في لمجلس الأمن وصدور قرار ملزم، لا أعتقد أنها ليست ذات فائدة، وإن كأنه حضور حفلة للتشاور وثم يعني الانطلاق لكل واحد لدولته. أعتقد أن الموضوع الحقيقة أنا نريد أن نشخص في هذا الجانب أكثر، وهو أن دخول فرنسا على الخط يعني بعدما أصبح في تقارب ما بين تركيا وروسيا، دخول فرنسا بقوة وحاولت فعلا سحب هذا الملف من، يعني لازالت تحاول وحاولت فعلا بأن تسحب هذا الملف من روسيا وتركيا. وفعلا يعني عندما التقى الوفد الروسي والتركي وحددوا على أساس أن هناك التقاء أو لقاء ما بين اللقاء يعني في حضور السراج، أعلنوا على طول يعني على مباشرة أعلنوا أن موعد برلين هو يوم كذا كذا، يعني عجلوا بإعلان هذا المؤتمر حتى يقوموا بسحب البساط من تحت أقدام تركيا وروسيا، في حين أن كان مؤتمر برلين الحقيقة كان غير لأجل مفتوح ولم يحدد مطلقا، وممكن إعطاء مساحة زمنية كافية لحفتر لعله ممكن يتقدم أو يحقق بعض الأوراق الانتصار. زد على ذلك أن بعد انتهاء مؤتمر برلين قفلت المواني النفطية وأيضا قفلت الأبار النفطية، يعني هذا وأيضا الاختراقات التي سجلتها الأمم المتحدة بين الحين والآخر، أنا أعتقد ستظل الأمور تتراوح في مكانها ما لم يتضمن هذا البيان أو هذا البيان الختامي لبرلين ونقله إلى مجلس الأمن في صورة قرارات ملزمة. أنا أعتقد الأمور ستبقى كما هي. نعم.
طيب سيد عادل، يعني الآن حفتر لن يتوقف عن هجومه على العاصمة طرابلس وعلى ما بعد سرت الآن. يعني هناك من يقول أن هناك ضغوط محلية ودولية على حفتر، يعني هل لك أن تفصل لنا ما هي الضغوط المحلية التي يخضع لها حفتر والضغوط الدولية؟ بالعكس، أنا أعتقد أن الدول الداعمة لهذا المجرم ممثلة في محور الشر مصر والسعودية والإمارات، والسعودية بالمناسبة السعودية لليوم تقرير في العربي الجديد، يعني بن سلمان شخصيا هذا المجرم السفاح يعني يعد حفتر بإرسال مساعدات عسكرية وبدعمه وبكل قوة. السعودية الآن تدخل بقوة على الملف الليبي، يعني في السابق يعني من خلال يعني دعم غير مباشر من خلال مصر والإمارات، ولكن الآن السعودية تدخل بقوة على الملف الليبي ربما لمواجهة يعني تنامي الدور التركي. أيضا يعني صحيفة لوموند يعني تحدثت بشكل واضح وصريح إن مرتزقة الفاغنر يعني يتم تمويلها من المملكة العربية السعودية، وهي اللي تدفع دفعت كل فواتير هذه العصابة التي يعني تقتل، وهذه يعني هؤلاء المرتزقة الذين استعان بهم حفتر وهم اللي كانوا يقودوا في أغلب المحاور. يعني ثبت من خلال صحيفة لوموند أنهم يعني تمويلهم من المملكة العربية السعودية. ولذلك معركة الدفاع عن طرابلس ملحمة بكل المقاييس. نحن نواجه يعني مشروع إجرامي انقلابي مدعوم دوليا وإقليميا، يعني من مصر والسعودية والإمارات وفرنسا، يعني حتى إغلاق المواني النفطية والحقوق المواني النفطية وقطع يعني الإمدادات النفطية بإعاز من دول الخليج ومن فرنسا. يعني ماذا ننتظر؟ وكلها يعني في سياق التضييق على حكومة الوفاق الوطني، وقبلها طبعا التضييق على الليبيين. هل يمكن القول بأن هذه الدول التي ذكرتها الآن هي من لا تريد إيقاف إطلاق النار؟ أنا أستطيع أن أقول على القيادة السياسية وعلى المجلس الرئاسي أن يكون في مستوى إدارة المعركة وفي مستوى التضحيات. يعني نحن هنا يعني هنا هذه معركة بقاء حياة أو موت، يعني نحن مش جايين نحن باش يعني نجامل أو يعني نقول كلام كله في الهواء مجاملات. يجب على المجلس الرئاسي وعلى السيد فايز السراج باعتباره القائد الأعلى، وهذا لسان حال كل المدافعين عن طرابلس، يجب أن يكون إدارة المعركة تكون في مستوى الحد الأدنى من التضحيات والدماء. هناك دماء يعني تسيل يوميا على أسوار العاصمة طرابلس، وكذلك في محور في من المدنيين أيضا وكذلك من المدنيين. يعني يعني يجب التعاطي يعني يعني التعاطي يكون في مستوى المسؤولية وفي مستوى إدارة المعركة. ويعني يعني في مقولة مشهورة لعبد الناصر تقريبا، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. يعني مش معقولة السيد رئيس المجلس الرئاسي يتحدث عن الإمارات ويقول يعني نحن نستغرب كيف الإمارات يعني تدعم مع حكومة تعترف في حكومة الوفاق وفي نفس الوقت لها قاعدة في شرق ليبيا. يعني لا أقل من قطع العلاقات مع هذه الدويلة. الجانب الآخر، هذا المبعوث الخبيث غسان سلامة بكل صراحة بكل وضوح، يعني كل البيانات الاستنكار وبيانات الشجب لا تحدد مسؤولية الجاني والفاعل. يعني تم استهداف مطار معتيقة وتم استهداف منشآت مدنية، وهذه البعثة لا تحدد يعني تستنكر وتشعر بالقلق وبأشد عبارات التنديد والاستنكار، ولكن دون أن تحدد الفاعل والمجرم والجاني. ولذلك مطلب إذا كنا نتحدث عن مطالب الساحات والمدافعين والمرابطين عن في 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 على 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 أطراف العاصمة طرابلس، طرد هذه البعثة الأممية المنحازة لهذا المجرم ولهذا المعسكر. ولذلك يجب تسخير كل الإمكانيات، القيادة السياسية تسخير كل الإمكانيات وكل الموارد لدعم المجهود الحربي وحسم المعركة لا أقل من ذلك. أما الحديث عن هدنة، عن حوارات سياسية، عن لقاءات جنيف،
هذا حديث نوع من العبث وقد يلقى الى حتى الى الخيانه. طيب دعني انقل هذه الفكره للسيد بومديس. سيد بومديس الان ضيفي هنا في الاستوديو يقول ان لا حوارات ولا لقاءات دوليه، المسماري ذاته قالها بالامس، قال نحن ليس لدينا الا الحديث عن مخازن الذخيره والسبطانه والبندقيه. يعني هل لا زالت الحوارات والذهاب الى عواصم العالم لايجاد حل في ليبيا مجد في الازمه الليبيه؟ الحقيقه السؤال في غايه الاهميه ايضا، وايضا يصب في تحليلكم لهذا الموضوع في هذه الليله. انا لابد الحقيقه ان نرتب الامور ترتيب صحيح وهو ترتيب امني. اولا حكومه الوفاق يعني لم تبخل بان هي انتقل او يعني قامت بزياره موسكو والتوقيع على الهدنه، يعني هذا اكبر ممكن يعني برنامج تقوم به هذه حكومه الوفاق. ايضا عرضت الاسماء خمس ضباط اللي هو خمسه زائد خمسة، لكن لم نرى هذه صحيحة. لابد أن نضع عدة خطوط تحت كلمة لم نرى أي تطور من جانب حفتر، لم نرى أي تطور من الجانب الآخر، لم نرى بأنه يوقع أو يقبل الهدنة ويقوم بتوقيعها، لم نرى بأن يقوم بسحب قواته إلى ما قبل 4/4. إذن لابد أن تقف الأمور عند هذا الحد. ذهبنا إلى موسكو ووقعنا ولازلنا موقعين، وأيضا أعطينا خمسة ضباط للنقاش على الهدنة، لكن أنا أعتقد أن الأمور لابد تقف عند هذا الحد. إذن كل هذه الخطوات في حكم اللاغية سيد مديس؟ إذن لا نقول لاغية، أنا نقول لن نقبل بالذهاب لأي تشاورات أخرى، نقف عند هذا الحد فقط. يعني كأن الأمور بقت جامدة ثابتة، لأن لم نرى أي خطوات من الطرف الثاني المعتدي. أيضا نؤكد على كلمة الحقيقة قالها ضيفك، وهو أن هذا المبعوث الأممي أنا نشك، لأنه هو الذي سيدير الحوار ما بين الخمسة والخمسة غسان سلامة، أنا نشك في نواياه. أيضا غير ليس لدي فيه ثقة كاملة، ولذلك أنا أرى لا يمكن. وأنا نطلب الحقيقة وكمشورة وكنصيحة وكرأي أمني عسكري عبر أثير هذه الإذاعة وعبر هذه القناة، نطالب الحقيقة أن يقفوا عند هذا الحد. لا يمكن أن نقبل أن نذهب إلى برلين ولا جنيف ولا موسكو ولا أي مكان آخر ولا حتى تركيا. لابد أن نرى خطوات عملية من هذا المجرم. إذا وقع على الهدنة وبدأ في الانسحاب، ننتقل للخطوة الثانية وهو الانتقال إلى جنيف وغيرها. طيب سيد عادل عقبي، لديك ما تقول في هذه النقطة بالتحديد؟ وهل يمكن اعتبار خرق كل هذه الاتفاقات التي تحدثنا، نعتبر أن 5+5 قد انهار وانتهى؟ يعني 5+5 المجلس الرئاسي يعني سمى الخمسة ضباط. نعم. باهي الجانب الآخر هل هو سمى خمسة؟ يعني الحوار يعني هو لم يوقع ولم يسمي الخمسة مع الخمسة ضباط اللي من طرف هذا المجرم. نعم. وأنا أعتقد بكل وضوح وبكل صراحة الضباط الخمسة لا يقلون إجرام عن هذا المجرم. يعني أي أرضية مشتركة يعني بيننا وبين يعني بين الخمسة ضباط اللي يمثلوا حكومة الوفاق الوطني والخمسة ضباط اللي من طرف هذا المجرم، أيضا على أي أساس؟ يعني شن هو الأساس اللي حتتم عليها المفاوضات؟ هي مسألة طبعا هي تبحث في مسألة فصل القوات. نعم. وتحديد خطوط التماس. يعني لا معنى لوقف اطلاق النار الا بانسحاب هذا المعتدي الى ما قبل 4/4. هذا على هذا الحد الادنى، هذا الحد الادنى المطلوب، او حسم المعركه ورد المعتدي وضحر العدوان. نعم. لا يعني هذه كلمة اقولها، يعني يجب تسخير كل الامكانيات وكل موارد الدولة الليبية، حكومة الوفاق ينبغي أن تكون في مستوى المسؤولية لحسم المعركة ولرد المعتدي ولدحر العدوان. نعم. غير هذا الحديث عن هدن ولقاءات في جنيف أو 5+5 أو مشاورات أو استئناف الحوار السياسي دغدغة للعواطف وكسب للوقت. هذا المجرم يعني يستجلب يوميا، يعني هو سم يعني بالمناسبة هو يعني من جرأة هذا المجرم هذا المعتوه حفتر مسمي آمر لغرفة سمى ضابط آمرا لغرفة عمليات تحرير مصراتة سالم الدريال، وسمى ضابط آخر اللي هو أعتقد اسمه عبد الله الهمالي آمرا لغرفة تحرير الزاوية. هو مستمر، هو يوزع في المهام
ومستمر، يعني لا يقيم وزن ولا يبالي بالمؤتمرات ولا باللقاءات ولا بخمسة زائد خمسة ولا بحوارات ولا أصلا. هذه اللغة يعني ليست في 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 ذهن هذا المجرم، لا يؤمن إلا بالقوة ولا 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 أقل من حسم المعركة وإرغام أنف هذا المجرم وتمريغ كرامته المهدورة في تشاد في التراب. هذا هو الرد الوحيد الذي قد يستوعبه هذا المجرم. نعم. وعصاباته وميليشياته ومرتزقته. طيب هو الآن يصعد عسكريا كما نعم. قلت قبل قليل، هو هناك استعانة بالمزيد بالدعم من نعم. من الإمارات ومصر نعم. والسعودية. الآن ما الذي يجب فعله من قبل حكومة الوفاق طرف الآخر، يعني مقابل هذا التصعيد كيف يمكن أن تتعامل حكومة الوفاق الوطني مع هذا التصعيد؟ أعتقد أن حكومة الوفاق الوطني ومجلس والحكومة رأينا تعاون مع تركيا ولكن لم يكن هناك المناطق شيء على العسكرية على دراية تامة نعم. بالتحشيدات وبالأرتال وبحجم الدعم المتزايد والجسر الجوي واللي من دمشق إلى 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 بنين. إلى بنينة ومن أبو ظبي إلى 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 قواعدها في ليبيا. يعني هذه مسألة يعني واضحة جدا، ولذلك يجب الإعداد لحسم الإعداد للمعركة وردع هذا المعتدي ولا أقل من ذلك. الخطوات السياسية: قطع العلاقات مع الدول الداعمة لهذا المجرم، الإمارات، مصر. ما الذي يمنع من قطع العلاقات وتكثيف التنسيق؟ وهذا جانب سياسي، يجب يعني زيادة التنسيق مع الحليف التركي ومع الجزائر ومع كل الأشقاء لقطع الطريق على أجندات هذا الخبيث غسان سلامة، ولقطع الطريق على أجندات الإماراتيين والسعوديين والمصريين وكل من يقدم هذا الدعم، يقدم الدعم لهذا المجرم. نعم. يعني ينبغي أن تدار المعركة، يعني مش معقولة تدار معركة بمنطق الحمائم أو نعم. بمنطق التوسل أو بخطاب المهادنة الذي لا يقدم ولا يؤخر، بالعكس هو يسيء الى تضحيات نعم. طيب. الشهداء طيب. والى الدماء التي تسيل. طيب دعني اتحول للسيد بومديس. سيد بومديس، يعني هل يمكن السكوت على ما فعله حفتر وما يقوم به من عمليات استباقيه وعمليات هجوميه ويستهدف مطار معتيقة والاماكن الحيويه المدنيه؟ دعني نذهب بك الى عمليه بوغرين بالامس تحديدا، التي كانت عمليه مفاجئه ولكن كان أبطال الجيش الليبي في الموعد وصدوا هذا الهجوم. يعني كيف يمكن الاستعداد في حال فشل كل الجهود الدبلوماسية والدولية لإيقاف حفتر عما يقوم به؟ كيف يتم الاستعداد لأي هجوم مباغت وخاصة من جهة شرق مصراتة؟ الحقيقة السؤال حتى هو أيضا برضو جيد يا أسد، لكن أنا نريد أن نسأل سؤال آخر حقيقة وأي ممكن يوجه للرئاسي: ما هو دور المجلس الرئاسي يعني في هذه الفترة؟ يعني هذا السؤال حقيقة مطلوب أنتم تستضيفوا المجلس الرئاسي أو واحد من يمثله، لابد تسألوه يعني ما هو دوركم الآن؟ يعني هذه الخروقات وهذا الهجوم المباغت من سرت يعني مسافة أكثر من 100 كيلومتر، ما هو دوركم الآن؟ يعني من العبث الحقيقة، أنا ليس متخصص في الناحية السياسية، لكن من العبث أن نختار 13 نفر أو 13 شخص للذهاب إلى جنيف. لابد أن يقف هذا، يعني لابد أن يرى العين الحمراء فعلا، لابد أن يكون هناك لغة تتغير لغة الخطاب. عندما دخلنا إلى الذهاب إلى موسكو والتوقيع على الهدنة ليس من ضعف، هو من قوة، هو استمر أكثر من 9 أشهر لم يستطيع أن يدخل العاصمة. هذا الحقيقة بفضل صمود وأسود الحقيقة الجبهات. يعني وصلنا إلى موسكو ليس يعني من ضعف أو ولكن من قوة، هو استمرار. يعني قلت أنا أكثر من 9 أشهر هذا الانقلاب مستمر، يعني هو انقلاب على الشرعية، انقلاب على الدولة المدنية، يريد أن يحكم العسكر، يريد أن يعيدنا إلى الخلف. الحقيقة الموضوع يحتاج الحقيقة إلى سؤال للرئاسي أولا: ماذا تعمل يا رئاسي اليوم؟ اليوم لابد أن تقف جميع المعاملات الرئاسية السياسية سواء كانت الاجتماعات في جنيف أو غيرها، لابد أن يقف. عندما ترى تحسن في الطاعة
الطرف الثاني طيب. تحصل على الأرض طيب. انسحابات وأيضا قبول بالهدنة وانسحاب طيب. عند ذلك ممكن نمشي لجنيف أو غيرها. أشكرك على كل حال محمد بومديس الخبير الأمني والعسكري، كنت معي من مصراتة عبر الأقمار الاصطناعية. أشكرك أيضا السيد عادل العقبي القائد الميداني بقوات الجيش الليبي. أشكر أيضا السيد إبراهيم رفيدة عضو غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة. أشكر أيضا السيد عبد الملك المدني الذي كان سوف ينضم إلينا المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب. مشاهدينا الكرام نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بعد انقضاء قمة برلين يدور الحديث عن اجتماع آخر مرتقب في جنيف للبدء في المسارات العسكرية والسياسية، غير أن انطلاق هذه المشاورات يواجه عديد الصعوبات وسط خرق وقف إطلاق النار وعدم التزام المعتدي بما أنفقت عليه أو بما اتفقت عليه الأطراف الفاعلة في برلين. فالمجلس الرئاسي يلوح بعد خرق ميليشيات حفتر المتكرر لوقف إطلاق النار الأخير في أبو غرين، يلوح بإعادة النظر في المضي بالحوار بعد التزام المشاركين في مؤتمر برلين الصمت المطبقة تجاه ما يقوم به حفتر. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. في تطور لافت بالمشهد، المجلس الرئاسي يحذر بأنه قد يضطر لإعادة النظر في مشاركته بالحوارات القادمة في ظل الوضع القائم، محملا رعاة الهدنة والمشاركين في قمة برلين مسؤولية خرق وقف إطلاق النار. وعزى المجلس في بين له أن موافقة الجديد جاء بسبب مواصلة ميليشيات حفتر والأطراف الداعمة له خرق وقف إطلاق النار باستهداف مطار معتيقة الدولي وقصف الأحياء المكتظة بالسكان، فضلا عن توسيع رقعة الحرب بالهجوم على منطقة بوغرين شرق مصراتة تحت غطاء جوي أجنبي. وفي الوقت الذي تسارع فيه الأمم المتحدة الخطى لعقد اجتماع جنيف لاستئناف المسار السياسي إضافة إلى المسار العسكري، مجلس الدولة يبدي حسن نيته ويعتمد تشكيلته في حين لا يزال ما تبقى من مجلس النواب طبرق يبحث عن ممثلي للحوار مكتفين فقط بتفويض نائبيه الأول والثاني للتواصل مع البعثة، وكأنه ينتظر ضوءا أخضرا من قيادة الرجمة. وتعليقا على هذه المسارات، اشترط مجلس الدولة أن انطلاق مسار الحوار السياسي يجب أن يسبقه تنفيذ ترتيبات المسار العسكري الذي اتفق عليه والالتزام بوقف إطلاق النار وتأمين عودة النازحين. عدم جدية الطرف الآخر ببدء المشاورات السياسية والعسكرية تظهر في تصريحات المتحدث أحمد المسماري الذي قال إن ذهابهم إلى موسكو وبرلين ليس بحثاً عن حل، كما أنهم على قناعة كاملة بأن الحل يكمن في البندقية ومخزن الذخيرة، معتبراً الهجوم على منطقة بوغرين لا يعد خرقا للهدنة بل هو مهمة خارج نطاق إطلاق النار على حد قوله. وللحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد سامي العالم المحلل السياسي، ومن مصراتة عبر الأقمار الاصطناعية السيد مصطفى الدرناوي عضو غرفة الطوارئ مصراتة، وعبر الهاتف محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، وسينضم إلينا عبر الهاتف أيضا السيد فارس شكري أكاديمي ومحلل سياسي جزائري. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعكم. سيد سامي، بعد تلويح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعدم مضي قدما لأي جهود سياسية، هل عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل برلين وموسكو؟ مساء الخير سيد معتصم وللسادة الضيوف ولكل السادة المشاهدين. نعم. أعتقد أنه هو يعني وأخيرا استفاق المجلس الرئاسي وأخذ أول خطوة في الاتجاه الصحيح بهذا التصريح، ونأمل أنه هو يكون يعني عند كلمته وماشي في الاتجاه الصحيح، لأن هذا لا يمكن التفاوض مع أي جهة لا تمثل شرعية حقيقية، بالإضافة أنه يعني ليس لهم لا عهد ولا ذمة.
يعني شفناهم احنا يعني ينقضون العهد، شفناهم كيف يعذبوا في في السجون في مساجينهم، كيف حتى ضحاياهم للاسف يعني كيف كيف يعني يعذبوا في جثث. فهذا يعني ناس كيف تتفاوضوا معها؟ اعتقد ان 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 الخطوه الصحيحه هي عدم التفاوض، واعتقد ان الـ 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 يعني حنعود الى المربع الاول بس بشكل اقوى وبحجه اقوى، بحكم ان حاليا الامم المتحده يعني خرج غسان سلامه واستفاق من نومه اخيرا وصرح بان يعني شفنا احنا التقرير ل 1020 غاره جويه و يعني الاستعمال مفرط للطيران في ضرب في الحرب هذه على طرابلس، وتدخل الطيران الاماراتي والاجنبي المسير، ومنها احنا شفنا تقرير اللي صدر اليوم بخصوص مجزرة مقر المهاجرين في الهجرة غير الشرعية في تجورة. شفنا يعني استعمل جملة اللي هو قال ميراج 2000 وحدد ميراج 2000، طبعا قال ان هي دولة مش هنقدر نسموها حاليا الا بعد توثيق، ومعروف من اللي عند الميراج 2000 يعني، لا يعني معروف انه هو المقصود فرنسا. فاعتقد انه هو بعد هذا التصريح هذا كله أصبح حجة قوية لأن يستبعد الطرف الآخر من الحوار، لأن لا حوار مع 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 مجرم حرب، ومن يسكت على مجرم الحرب فهو مجرم مشارك في الجريمة، وهذا ينطبق على عقيلة صالح ومن معه اللي فوضوا تفويض مطلق لمجرم الحرب لاستعمال القوة والإفراط فيها، ودائما يدعموه سياسيا وعسكريا وماليا، ويعني دعموه بكل الأشكال. فهنا نرى أن الاستعمال المفرط أزحهم من المشهد. هنا ترجع إلى ما قبل برلين وموسكو وبقوة. يعني موقف أقوى. دعني أتحول للسيد فارس شكري الأكاديمي والمحلل السياسي الجزائري. سيد فارس أهلا وسهلا بك معنا في بانوراما الحدث. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يحمل المشاركين في مؤتمر برلين مسؤولية خرق ميليشيات حفتر المتكرر لوقف إطلاق النار، واليوم أو بالأمس كان هناك تصريح للمجلس الرئاسي بأنه قد لا يشارك في أي ملتقيات سياسية دولية ويقصد جنيف. هل نعتبر بكل هذه الخطوات بعد هجوم حفتر الكبير الذي قام به في منطقة أبو غرين وفي طرابلس وقصفه لمطار معتيقة، هل نعتبر أن عملية الهدنة ووقف إطلاق النار خرقت وانتهت وهنا مرحلة عسكرية جديدة؟ ليس الأمر بجديد، يعني الاختراق تم يوم محادثات برلين، فالأمر كان منتظرا، ونحن أشرنا إلى أن حفتر ليس رجل سلم ولن يجنح إلى السلم. يجب اتخاذ إجراءات أخرى الآن في التعامل مع حفتر، ومن بينها الاستعداد عسكريا إلى الهجومات الهمجية التي يقوم بها. لا يجب الثقة أبدا في مجمع عائلي عسكري ينادي إلى الحكم عن طريق القوة. قائد قواته صرح بكل صراحة أن التعامل دبلوماسيا من خلال موسكو ومؤتمر برلين كان شكليا فقط. أنا أتساءل يعني هل نحن فعلا أمام محاورين سياسيين أم أمام سورياليين عسكريين؟ الوضعية السوريانية بامتياز يعني. نعم. طيب الآن يعني الدول التي تعهدت أو تعهد حفتر أمامها بوقف إطلاق النار، ما موقفها الآن؟ كيف ستتعامل مع الوضع في ليبيا؟ مسؤولية الأبرياء الذين يسقطون كل يوم. طبعا تلك الدول التي كانت غطاء سياسيا لحفتر عليها أن تصاب بنوع من الحياء نوعا ما، لكنني أستغرب يعني حفتر حين كان في موسكو بحد ذاته لم يمضي على غرار السلم،
يعني أنه تبجح بأنه ليس رجل السلم في موسكو بحد ذاتها، بغض النظر عن أن يكون في برلين، بمعنى أنه السيد راه يستعمل في طريقة فعلا غير حضارية إطلاقا في التعامل مع النزاع السياسي في ليبيا، الذي أعود وأكرر أنه لن يحل إلا سلميا، إما عاجلا أم آجلا. طيب إذا ما ذهبت بك إلى موقف الجزائر، هي كانت إحدى الدول المشاركة في مؤتمر برلين، وسبق وأن صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقال أن طرابلس خط أحمر، يعني هل ننتظر أن نتوقع موقف من دولة الجزائر باعتبارها تعترف شرعيا أو تعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني؟ أكيد أكيد الموقف الجزائري واضح، هو مساند للموقف التركي، واليوم أعلن سوية بأن لا حل إلا سلميا في منطقة ليبيا، بمعنى أنه دائما حكومة الوفاق حتى مسانديها يتعاملون بطريقة سلمية مع الموقف وليس بطريقة همجية، فمساندو حتى للأسف الشديد حتى إن رافقوه في عملية السلام بين قوسين مولوه بالأسلحة وبالطائرات وسكتوا عن جرمه المرتكب يوميا. اليوم أكثر من 4 شهداء من حكومة الوفاق ذهبوا هكذا يعني بشكل غريب فعلا، والعالم لم يقل أي شيء، بل بالعكس أنه أشار حتى إلى أنه هناك حتى طائرات فرنسية التي قامت بالقصف. الأمر فعلا يدعو إلى التنديد، الأمر فعلا علينا الآن أن نتكاتف دبلوماسيا من أجل وضع حد لهذه العملية الهمجية التي يقوم بها حفتر، وخاصة على مستوى الأمم المتحدة يجب أن تكون هناك تظاهرات سلمية عارمة في أمريكا لإيصال صوت حكومة الوفاق والظلم الذي يمارسه حفتر على الشعب الليبي. نعم. طيب سيد فارس، الخارجية الألمانية في تصريح لها اليوم تقول أنها متمسكة بمخرجات مؤتمر برلين، هل برأيك بالفعل تتمسك بمخرجات مؤتمر برلين وتمضي قدما في إيجاد حل حقيقي لوقف إطلاق النار في ليبيا؟ إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين، تأكد بأن العملية التي أجريت في برلين لن يكون لها أي نتيجة. على النتائج الآن التي تم الاتفاق عليها بين قوسين في مؤتمر برلين أن تصعد الآن إلى هيئة الأمم المتحدة، وعلى الأمم المتحدة أن تجري عملية وقف آني ووضع قوى من هيئة الأمم المتحدة في ليبيا على الحدود من مدينة طرابلس من أجل وقف هذا السيناريو الدموي، غير هذا لن يكون هناك أي حل للأزمة الليبية. نعم، ابقى معي سيد فارس. أتحول للسيد مصطفى الدرناوي عضو غرفة الطوارئ مصراتة. سيد الدرناوي، الآن ما الذي يقع على عاتق المجلس الرئاسي وخاصة للقوات في دعم القوات الموجودة والمرابطة على تخوم طرابلس وسرت الآن؟ بسم الله والحمد لله، مساء الخير أخي عصام، ومساء الخير لكل الليبيين اللي يسمعوا فيه الآن عبر هذه الإذاعة الطيبة المباركة. نعم، بداية حقيقة بالنسبة للمجلس الرئاسي يجب أن يكون قوي في هذه المرحلة، ويجب لأن له الشرعية يجب أن يمارس اختصاصه بكل قوة، ويجب أن يجهز نفسه ويجهز الإمكانيات والدخائر والأسلحة، لأن هذا المجرم لن يتوانى وليس له عهد ولا ميثاق ولا يؤمن إلا باستعمال القوة، فيجب على المجلس الرئاسي أن يكون عند مسؤولياته ويتحمل المسؤولية ويكون قوي، لأن هذا الشخص يعني كل ما حاولوا معاه أن هم يجنحوا للسلم وأن هم يحاولوا يبنوا الوطن ويحقنوا الدماء، هو يتمادى في طغيانه ويتمادى في إجرامه، رغم أنه هو يعني دمر المنطقة الشرقية، دمر بنغازي، دمر درنة، دمر الجنوب الليبي، والآن يعني يريد أن يدمر ويحكم ليبيا بدمار المنطقة الغربية، وهذه يعني كلها جرائم حرب. فعلى المجلس الرئاسي أن يشكل اللجان القانونية ويعتمد على تقارير أمين عام الأمم المتحدة
بالجرائم التي ارتكبها هذا المجرم وتحويله إلى الجنايات الدولية، والاستعداد على الأرض وتوفير الذخائر وتوفير القوة اللازمة لدحر هذا المعتدي بكل قوة، لأن يعني كل ما حاول المجلس الرئاسي والمؤمنين بالسلام والمؤمنين بحقن الدماء هو دائما يرى في هذا التصرف يراه انه هو ضعف، والان ما دام هو يراه في ضعف يجب ان لابد يواجه بالقوه ويتم دحر قواته، لانه هو ما عنداش قوات على الارض مهما كان راه الجنجاويد والله اللي يجيب فيهم من برا هديهم يعني المرتزقه، فليس لهم قضية، القضية عند صاحب الأرض الذي يؤمن بأن لديه قضية، قضية عرض وأرض ودين وشرف، فهذا هو الإنسان الذي يستطيع أن يقاتل من أجل البلاد ويعني أرضه. طيب سيد الدرناوي، يعني الآن كيف تقيم خطوات الرئاسي بتلويحه بأنه في حل عن أي اتفاق وسوف لن يذهب إلى جنيف وسوف لن يذهب إلى أي اتفاق جديد، وخاصة بعد الخرق الصريح والواضح لأي وقف لإطلاق النار، ولم تعد هناك أي طرق أو أي جهود لهدنة مع حفتر الآن؟ كيف تقيم هذا الابتعاد عن أي تسوية سياسية؟ نعم، هو هذا الموقف اللي يجب يتخذ الرئاسي وبكل قوة، يعني المبادرة التركية الروسية بوقف إطلاق النار يعني بكل تبجح رجع من روسيا ولم يستطيع أن يوقع عليها، أو استهزاء بالمجتمع الدولي، والمجلس الرئاسي حقيقة نثمن الموقف القوي في التوقيع لأنه يملك الإرادة ويملك القوة ويملك الشرعية فوقع على هذا الاتفاق. أما هذا المغرور، هذا المجرم الذي لا يؤمن بالقوة رجع ولا يريد التوقيع، واخترق إطلاق النار يوم اجتماع برلين، اخترق يعني اخترق وقف إطلاق النار جهارا نهارا لا يبالي للدول التي تجتمع والعالم اللي يجتمع في برلين لحل الأزمة الليبية. فهذا الإنسان حقيقة يعني لا يعترف إلا بالقوة، ولهذا نقول للمجلس الرئاسي يجب أن تمتنع على كل الحوارات وعلى كل الجلوس وعلى كل المبادرات وكل المؤتمرات حتى يقف إطلاق النار وينسحب وثم يفرج على رزق الليبيين اللي وقفة بلطجة، يعني ما زلنا نمارس البلطجة ونمارس الضغط على الليبيين ويعني التضييق على رزق الليبيين. طيب سيد سامي العالم، في ظل تعنت حفتر وإصراره على الحل العسكري، هل يمكن أن يكون هناك أي حل سياسي عاجل سريع من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعيدا عن حفتر؟ اعتقد انه في حلول سياسيه بعيدا عن حفتر وبعيدا عن كل المهاترات اللي موجوده حاليا. في عده مبادرات مطروحه سياسيه داخليا، يعني في مبادرات داخليه ليبيه، مبادرات راقيه جدا، ليش لا يلتفتوا لهذه المبادرات؟ وفي بعض المبادرات اللي فيها اجماع الامه الليبيه، من يعني اجماع العديد من النخب واجماع العديد من اهل الحل والعقد في ليبيا زي ما يقولوا، يعني النخب والمشايخ فيه، يعني لم تعقم ولم تخلو ليبيا، بس احنا مشكلتنا ان احنا متشبتين بغسان سلامة والبعثة الأممية، في حين ان من المفترض حسب يعني قانون انشاء او سبب انشاء البعثة هذه هي للدعم، اسمها بعثة الدعم وليست بعثة تحكم، بس للأسف الشديد احنا ارتهنا وخلينا الأمر كله في يد البعثة هذه، في حين أن هي لا تملك من أمرها شيء البعثة هذه، واتضح بالدليل والبرهان وبما لا يدع مجال للشك أن غسان سلامة غير نزيه، احنا نعرفه من أول يوم أنه غير نزيه، كل اللي يشوف البعثة هذه ما فيهمش ولا واحد نزيه إلا في البداية، يعني بنسبة يعني معقولة جدا اللي هو طارق متري الوحيد اللي كان يعتبر نزيه، بعدين ما فيش ولا واحد منهم. احنا نجوه حاليا ونرتهنوا لهم
وخصوصا يعني في مؤتمر جنيف، هذا يعني الكلام هذا يفترض ان السيد فايز السراج وكل من مسؤول وله علاقه او له سلطه في داخل المجلس الرئاسي او في حكومه الوفاق يضغط لان يستبعد غسان سلامه من هذا الامر. حتى لو افترضنا جدلا، ونحن نتمنى ان ما يمشوش لمؤتمر برلين، لمؤتمر لقاء جنيف، لان ما بني على باطل فهو باطل. مؤتمر برلين انهار نهائيا لان بني على وقف اطلاق النار، وقف اطلاق النار هدم فهدم هذا كله البرنامج. نتمنى لو انهم اضطروا للذهاب الى جنيف انهم يستثنوا غسان سلامة من اختيار ال 14 الشخصية. لا يمكن الوثوق في اي شخص حيجيب غسان سلامة، لانه حيجيب لك عملاء الامارات وعملاء فرنسا فقط. نعم. وكلهم حيصبوا في صالح حفتر. طيب. واحنا شفنا للاسف الشديد المنطقة الشرقية للاسف مغلوبة على امر، يعني لا من لومهمش للامانة، من لومهمش، لان الطغيان اللي دايرة حفتر اشر 100 مرة من الطغيان اللي كان داير القدافي. فلنا ايام القدافي ما كانتش علنا هيك شارع الزيت، ما كانش الارهاب بالطريقة هذه. صحيح كان في الامن الداخلي، كان في اعتقالات، كان في سجون، كان في تغييب، بس مش للدرجة هذه. لدرجة ان حفتر احتقرهم وفد سياسي بيحضر مؤتمر دولي بشأن ليبيا، حل ليبيا، وفد الفرجان، 5 اعضاء كلهم من الفرجان. للأسف يعني لم يكن هناك عقيلة صالح ولا عبد الله ثني ولا اي من ممثلي، للأسف زي ما يقولوا فيها ما حسبش فيهم سياسي. راجل ما حسبش فيهم راجل، ما خلاش ان برقة تبان وكأنما فيهاش راجل. للأسف الشديد كيف عقيلة صالح ورجال برقة الأحرار اللي نعرفوهم وإن كانوا مكبوتين نلتمسوا لهم العذر، بس للدرجة هدية راهي فضيحة بصراحة. نعم. أصبحت يعني منظر بايخ. طيب طيب سيد سامي، يعني كيف يمكن خلق حل سياسي في ظل أصوات المدافع والبنادق والرشاشات الآن؟ يعني سألتك قبل قليل عن خلق حل سياسي ربما يخرج به المجلس الرئاسي. الآن المجلس الرئاسي وجد نفسه يعني يوقع ويملك زمام أموره، ولكن الطرف الآخر متعنت ولا يعرف إلا مخزن الذخيرة والبندقية كما قال المسماري بالأمس. صحيح. إذن كيف يمكن خلق حل سياسي نمضي به أمام المجتمع الدولي لإيجاد حل لهذه الأزمة، وإلا ستطول؟ هي بإذن الله مش حتطول. هي صحيح يعني لا يمكن إيجاد حل بين يوم وليلة، بس في نفس الوقت لو كانت فيه عزيمة وإصرار لن يطول الحل. في حلول داخلية، وكل المقاتلين يعني يقاتلوا يعني كرها وليس حبا. بالنسبة للمقاتلين اللي جايبهم حفتر جايين غصبا عنهم، وأغلبهم مرتهنين، وإحنا شفنا هلبة حالات اللي 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 يعني ينسحبوا ويطلعوا من حفتر ويسلموا في نفسهم، وشفنا هلبة عائلات اللي كلمت أبنائهم سلموا نفسكم لقوات الوفاق لأن حتكون في مأمن. وهذا يثبت أن اللي جايين يقاتلوا جايين مجبرين، واللي دافعوا هنا مش حبا في الحرب ولا حبا في القتل، يدافعوا عن شرفهم ويدافعوا عن عرضهم ويدافعوا عن أهلهم ويدافعوا عن الوطن وعن الحرية اللي اكتسبناها بعد 42 سنة من القمع. احنا يعني في تواصل بيننا وبين يعني نشتغلوا على بعض المبادرات ونشتغلوا على بعض الحلول، وفي تواصل بيننا وبين العديد من الاطراف سواء في الشرق سواء في الجنوب سواء في الغرب، وفي يعني مبادرات ستعلن الاسبوعين هذو ان شاء الله. يعني في بعض المبادرات يعني اكثر من مبادره سياسيه ستطلع للعالم في الفتره هذه. اعتقد ان الليبيين حيلتفوا عليهم لأنهم ملوا من الحروب ويبوا يرتاحوا، لأن الليبيين ما داروا ثورة إلا للارتياح وللذهاب إلى الأفضل وليس إلى الأسوأ. احنا للأسف طغيان حفتر وقمعه خلانا يعني نرجع إلى الخلف بالاقتتال والدمار. بس لو خرج فعلا والمجلس الرئاسي لو استمع لكل المنادين بالحلول السلمية
ثق وتأكد أنهم حيلتفوا الشرق والغرب والجنوب، وإحنا نشتغل على مبادرة أن المنطقة الشرقية تقريبا يعني ما لا يقل عن 60-70% ملتفين عليها، الجنوب نسبة أكبر، في المنطقة الغربية في نسبة عالية عليها جدا. إحنا مش في إطار يعني دعاية ل مش حنقولها المبادرة أو كذا، لأن مش في إطار دعاية لمبادرات، بس في شغل على مبادرات. وبرضو المؤتمر، اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الليبي الجامع، المؤتمر الوطني الليبي الجامع، المؤتمر الوطني الجامع الليبي ليبي، متقدمين لهم عدة جهات بمبادرات، عندهم 3-4 مبادرات راقية جدا، اطلعت على بعض منها. طيب، ففي حلول وفي إمكانية تطبيقها. طيب، ربما نعطي لها فرصة أكثر للحديث هذا الملتقى الوطني الجامع الذي تحدثت عنه، ولكن قبل ذلك دعني أذهب للسيد فارس شكري الأكاديمي والمحلل السياسي الجزائري. سيد شكري، يعني الآن الجزائر احتضنت اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، وقبل ذلك كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقول أن طرابلس خط أحمر، وأيضا مواقف الجزائر السياسية باتجاه ليبيا يعني لحسن الجوار أو للحدود المشتركة أو ما إلى غير ذلك. ما هو الأفق السياسي الذي تمضي به الجزائر لإيجاد حل للاستقرار في ليبيا؟ سيد شكري، هل أنت معي؟ طيب، ربما فقدنا الاتصال بسيد فارس شكري الأكاديمي والمحلل السياسي الجزائري. أتحول إليك يا سيد مصطفى درناوي. الآن ذات الفكرة، الجزائر يعني الآن كان هناك تعويل كبير على الدول التي دعمت حكومة الوفاق الوطني الشرعية كتركيا والجزائر وتونس، أيضا اعترفت بشكل رسمي، وأتكلم عن دول جوار ليبيا هنا. يعني كيف لهذه الدول أن تدعم أي حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية؟ نحن لا نشك في الجارة تونس ولا نشك في الجارة الجزائر، سيكونوا مهما كان من ضغط فسوف يكونوا مع الحكومة الشرعية، وأنا أعتقد جازما بأن الحكومة الجزائرية لن تغير موقفها رغم الضغوط اللي نراها من فرنسا ومن الإمارات، ولكن سوف يكون موقف الجزائر ثابت، لأن نرتبط مع الجزائر بتاريخ عظيم، تاريخ من الجهاد وتاريخ من التضحيات وتاريخ من الوفاء، ولهذا الشعب الجزائري وحكومة الجزائر لن تخذل الشعب الليبي على الإطلاق، وستكون وفية للشعب الليبي ولحكومة الوفاق الوطني، وكذلك دولة تونس ورئيس تونس سيكون في الموعد بإذن الله تعالى. ولكن نعلم جيدا أن دول العالم بالذات فرنسا تمارس ضغط على تونس وتمارس ضغط على الجزائر، ولكن تونس والجزائر نثق فيهم كل الثقة بينهم، داعمين للشرعية وداعمين لحكومة الوفاق الوطني، ولن تغيرهم يعني لا فرنسا ولا الإمارات، سوف يكون داعمين بإذن الله تعالى وثابتين على موقفهم. نعم. طيب، بما يخص البعثة الأممية، يعني هي الآن نجدها تنشط عندما تكون هناك حلول تلوح في الأفق، وعندما يتأزم الوضع بحسب مراقبين فسروا هذه النقطة، عندما يتأزم الوضع في ليبيا لا نجد لها أي حراك. يعني بما تفسر جهود هذه البعثة التي شكك الليبيون في إيجادها لأي حلول في ليبيا الآن في هذه المرحلة؟ والله حقيقة البعثة الأممية حقيقة وعلى رأسها غسان سلامة فهو مجرم كحفتر تماما، يعني فهو من حياز كامل، وكل المؤامرات، هو فرنسي الجنسية، ولهذا كل المؤامرات التي تحاك في ليبيا الآن من خلال غسان سلامة، ورأينا هذه البعثة في اتفاق والمصالحة التي وقعت بين مصراتة وتورغة، وشفنا بعد ما تم اتفاق وقبل التوقيع بيوم واحد هو أرسل مبعوثة إلى مصراتة على أساس أن الاتفاقية مخالفة للقوانين الدولية وأن هذه الاتفاقية يعني خطأ، وكذلك أرسل مرأة
إلى الإخوة في تورغا وقال لهم بأن هذه الاتفاقية خطأ ومخالفة للقوانين الدولية، وهذه الاتفاقية وقعت وهذه المصالحة وقعت حسب العادات والتقاليد والعرف الليبي، وكان هم المعرقلين ويتمنوا ألا يتم التوقيع، ولكن بإصرار الليبيين الشرفاء على المصالحة وإخراج هذه المنظمة الدولية المجرمة التي حقيقة ما دخلت في دولة إلا دمرتها تماما. فغسان سلامة يجب أن يرحل من ليبيا وأن يستبدل بغيره، لأنه هو مجرم ودماء الليبيين في رغبته تماما. نعم. الآن ينضم إلي يعود إلي عبر الهاتف السيد فارس شكري الأكاديمي والمحلل السياسي الجزائري. سيد فارس، قبل قليل سألتك عن نقطة أن الجزائر هل سيكون لها أفق سياسي حول ليبيا من جانب، ومن جانب آخر بما أن الجزائر لها علاقات مع فرنسا، يعني هل باستطاعة الجزائر إقناع فرنسا بالعدول عن استمرار دعمها لحفتر باعتبار دعمها لحفتر هو أحد أسباب استمرار الأزمة في ليبيا؟ التقى الرئيس عبد المجيد تبون أمس مع أردوغان ووضع خطابا موحدا حول ضرورة السلام وأن لا حل آخر إلا السلام. ثم التقى اليوم مع حاكم دبي، حتما تم الحديث عن القضية الليبية على اعتبار أنه أمن ليبيا من أمن المغرب العربي هذا مؤكد. يبقى الآن الدبلوماسية مع الدبلوماسية الفرنسية، نحن لاحظنا فعلا بأنه من خلال إثبات تواطؤ طائرة الميراج في القصف اليوم للمطار أن فرنسا يعني هي طرف في النزاع وأنها موالية إلى حرب. فنوع من العصرفة الدولية فعلا الممارسة التي تساند حفتر بالأسلحة وبالقتال مباشرة، بينما تريد أن تحرم على حكومة الوفاق الدافع عن نفسها. فأنا أقول لك بكل صراحة، بما أن الرأي العالمي لا يريد أن ينظر إلا ما يريده، فلا مناص من التجهيز للاقتتال مع حفتر عن طريق حرق العقابات، عن طريق التدخل المباشر معه. حين تكون لدينا كفة توازن قوية يمكننا حينها أن نتفاوض، دون ذلك لا يمكن التفاوض مع مجرم حرب ومجنون يدعى حفتر. نعم. هل نتوقع موقفا جزائريا حاسما يدعم هذه الفكرة سيد فارس شكري؟ في الدستور الجزائري لدينا بنود بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، هذا من جهة. وبتقريح الرئيس تبون بأن طرابلس خط أحمر، وأيضا بإرسال بعض البعثات الإعانة للشعب الليبي كدليل على تضامننا مع أهلنا في ليبيا، أعتقد أن الموقف الجزائري الذي قد يبدو دبلوماسيا من جهة مستقبلا لن يكون دبلوماسيا كثيرا، بقدر ما تكون هناك بعض الاستعدادات التي لا يمكن التصريح بها قانونيا، لكنها أكيد ستكون في مصلحة حكومة الوفاق. نعم. الأكاديمي والمحلل السياسي الجزائري فارس شكري كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. سيد سامي العالم، يعني الآن كما استمعت إلى المواقف الدولية وخاصة الدول المجاورة، بالتحديد رأي ضيفي السيد فارس شكري يقول أن بما معناه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، يعني حينها سيكون هناك مجال للحوار والنقاش. كيف ترى هذه الفكرة؟ أتفق مع الأستاذ فارس وأحييه وأحيي كل الشعب الجزائري الشقيق، الشعب الذي في طباعه وعاداته وتقاليده الشعب الوحيد الذي يتطابق بنسبة تقارب 100% من الشعب الليبي.
واعتقد اكثر شعب محب للشعب الليبي هو الشعب الجزائري. وتاريخنا المشرف المشترك واضح وجلي للعيان. واذكر بان فيه اتفاقيه دفاع مشترك ما بين ليبيا والجزائر، صحيح هو تطرق السيد فارس تطرق الى بعض مواد الدستور، ولكن هنا انهم لا يتدخلون في شؤون اي دوله اخرى، انهم ما يدخلوش في شؤون اي دوله، في شؤون داخليه لاي دوله ممنوع، بس هذا لا يعتبر تدخل في الشؤون الداخليه الليبيه طالما ان السيد فايز السراج تواصل مع الحكومه الجزائريه ومع الرئاسه الجزائريه، فهنا يعتبر تدخل طلب للتدخل. بمجرد الطلب الجزائر مجبره ان هي تلبي هذا الطلب، لان اتفاق الاتفاقيه للدفاع المشترك ما بين ليبيا والجزائر في حاله اعتداء اي طرف اجنبي على ليبيا تتدخل الجزائر بدون طلب من الحكومه الليبيه، وفي حال ان هو يعني مثل هذا الصراع او انقلاب او شيء يعني بطلب من الحكومه تتدخل. فهنا اؤكد على ان ما فيش حل ليبي الا ما تسترد بالقوه، نعم، او تقوي موقفك الـ طيب. الـ 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 موقفك يعني يعني سياسيا. احنا الحمد لله حاليا السراج لو استغل هذا الموقف، السراج حاليا منتصر بنسبه 100% عسكريا نعتبره ماشيين كويس، لان احنا في 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 حاله دفاع وليست في حاله هجوم. طيب. نعم. الانتظار الى الانتقال الى الهجوم. نعم. وسياسيا احنا منتصرين 100%. المحلل السياسي السيد سامي العالم، شكرا جزيلا لك. اشكر ايضا السيد مصطفى الدرناوي عضو غرفه الطوارئ مصراتة، شكرا لك جزيل الشكر. اشكركم مشاهدينا الكرام على متابعه هذه الحلقه من بانوراما الحدث. حفظ الله ليبيا ودمتم في امان الله.